سام غاثو مسرم ذي جسو مسرم أيها الأحباب والسنغيل لقد سران تيث مسرمين والسنغيل لجن العدد مسرمين غاسن يستيتسن غاسن تيم غارينسن والسنغيل لتزد جناكين والله انت اعتقد ديس نجن الخادام قران السن نسن نسن لجن العدد زيسن ورنسي دقو زاد خريت نفريريس نسن لجن العدد من الأمهات خزاد قجيس سلحالني واتقبر نسني لجن العداد من الإخوة يخزاد قتماس مثلا ويتنفريرس قبرنس نشين ما علينا إلا البلاغ نشين كدعاة إلى الله عز وجل خان غنبلغ أنصي والتبرد وخان غبوغان من عركو ذيوذان ورذسن قزيدان دفوشيذان تخوز الجيف قارين غش سقاطس لا ليس عليك هداهم يقرب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر ولكن قف في المقابل عاد كانت آذى كان شذوين سيديين سيديين دين نوايخ سنظان المناظر من حبس دي هدري النغ من قيم الحمر يخمن غلقها من النغ ما وانتريح غل إدارة وانتريح غل سواق وانتريح غل الشارع وانتريح قنزار قنتوارة قنتأذى لذلك أيها الأحباب قر حق يقار إلا ثمغات وزيز دي تبيني لا يغنبو بذي فسن على قول جماهير أهل العلم على قول جماهير أهل العلم أن ثمغات كلها عورة إلا الوجه والكفان قول النظني قرش ودينا قيخسر ذا غنبو بني ذي فالسنة نتسا قول جماهير أهل العلم وزيسي ظهري لو غنبو بني فالسنة وزيس ظهاني غجن وزيسي ظهاني يريا وزيس ظهاني ظان وزيس ميمي وقرحمو نسي محمد قرحمو ممش غاثق قبل ذي ما قد توري ذي خسر الفغزي ذي المشتهة تعذي والروض قال رحمون جهنم كتا رحمون جهنم كتا غي جسم سرم مران كاران كسيس المنظورة وانيتا قال رحموه كني وما رد قاعد غران مش لس شورت القاميسيتا وين لك رحموه اتي قبر شنجي جنزي وما ذي قمورا في هندين تي كمر قال رحموه مين مغجيف غشيخ فين ذي قبوت قميجات شاشت اتخاشا مين قال رحموه ولكن الله شن دين غير حتى الأمر المباح إن كان مما يحرم مروعة المسلم وجب علينا الاحتياط فيه والاحتياط منه وعدم الخوض فيه لذلك أيها الأحبة في الله والطويل شيء التصدير هاد ختم غاتم سرنت الأدلة يطاس ولكن شخصدهم شغيجنا الآية أيها الأحباب إجنا الآية رب سبحانه وتعالى من أنغيق هذه سورة النور يقارن ختم غار ولا يضربنا بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن العلماء ما رقرش مختصور الآية أنه تغثم غاث قبر تقاخر خير ذو قضاء آخر خير ويخر خير نويت بين بدليل الآية يقر ليعلم ما يخفينا من زينتهن آخر خير نيذراء يعني ظن ذي الجو خر خير إذراء تغشث تمغارين سجد باش ذي سمعوا خر خيرني ينكخس انت ربي سبحانه وتعالى سدا للذريعة ودرعا للمفسدة لأن يخر خيرني أظن غسي وغزينا لذلك أذهني موقع استوارخ أخر خير أذو من إغمرة غرب سبحانه وتعالى إن سيثم غاث أخر خير نيفان أقذ قضاء إفا إذراء واتسقاقوا واتسقاقوا بالدان من بشدي سمع أذا استرني آيزن إن سخر خير نيذرين وأذا استرين أتعرخوا ظن سعاد أخر خير لا يخسل وجي ويتبين وجي الناس سيدار بي وسبيان انت أخر خير الناس وتسمع انت أتعرخوا ظن ستياد عذري فدن أثمغها تياد سنجي فدن ثمغها تياد ساوري شارك
ثم غاتتي أض قبو نغتشن حشت رفتح النسي وظريفة الدن انت تودي وثيري ذوالو سمحتي قصة ورقك يوم مازيغت قد مازيغت مويهجة أي نعم لا نجرح لا نجرح أحدا ولا نسب أحدا ولا نخوض في مصطلحات تخدش الحياء ولكن ذو هذا الواقع مدام آخر خير نوايت بين أذبان نيضان أذبان نغجن أذبان يري أتصدحات مقياسين تبدأ تقدفين أنفس النسديس 40 سنتيم نغلزين مترو غتقام فوس دوك جنة غادي هو باش تصدها ثيم قياسين تصدها بورسيرات اتقفو نارا اتسكفو نارا غواني مجان باش تصدها في خرازين اتقنفو نارا غلفا باش تصدها يري لان قدي صغور متري سنسرد لا منوية مرة حرام لا يجوز ونذوم غينيشن حشت مبريا ورا أعتقد والله أعلم ليس خارق خوم لأن رب سبحانه وتعالى مهلك تغى حرر ثم غاتة الصدهاشن حش زي الرم ثنس إري وكش الصدار بيع الروخ ثغت الصدهاشن حش زي الرم ثنس أم انتزج ذي هده النس خمنس وما وجب ستره في العبادة وجب ستره في العادة لذلك ويترقي أيها الأحباب ويتصن اسمتنا تكفو نارا تكفو نارا أشوى في ذراه ولكن تال قرطة مانجا خصوصا زرق ربعاتين اسمتنا سمح انتي ربعاتين اسمتنا يخدمن دي سبيتا يخدمن دي كلينيكات يخدمن تقن تعرضنين إلى قرطة مانجا نيغ تكفو نارا تكفو قرطة مانجا نيغ تكفو نارا كان الروض وإما الشادي ثموات إذا عنده عن نغرف تحنس يقعد هذا كله حرام ولا يجوز وهذه آثمة عاصية لله عز وجل فبش نسنوها من باب البلاغ المبين أنسيو ذر خبارة أنسيو ذي استثنغي يسمثنغ وانغي تكتبور حرزي الحق مشينا نسكو ذر حق من باب انه نقول خيس مثلا لان قيمو شني عارا مره تشتمسي يوم القيامه ثني زمان اتقدان نس ذك شعور تمسي ذي الدنيا ثني زمان اتساس فوس النس ذي هم جماعه الدنيا اتزعمت فغزن قثمنين غتو يار قبريا يزن امني فهذا حرام ولا يجوز والطويل غبور هذاك التمغارين لان هذا قصن غير لباين معروف مشهور نسنيث تجن العدد نسمة غيتي عظم دقني وارد فغنت الزيس غبارة سان في قرارة نفسها أنها قد جن المعصية تعصى ربي سبحانه وتعالى أودد نسغ يا يزن أودد نسغ ثاوان يمسر من أودد نسغ عن غنشين معاشر الرجال واش نشين غان غر حقا نويو أمام شنخس نشين غان غر حقا نويو أقبري إثم غارين عادي زعما في مغارين وهي فتنني عايزن عايزن وفتنن شذي مغفتنن شذي مغارين ها زعما يا عايزن وهي جات تعجب ناس انت مغارين في مغارين واش تعجب بو يا عايزن ملي صغر خزا قلني ما شاء الله الذروع ترينا ريو الزار والسيمانه رخاني فورما يقايا مني ها مين يعنوني وني لا يفتنوا لا يفتنوا المراه كما مشي الناس يضار بيا يزن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إني تمغارين وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ما يمي لأنها تفتن بالرجال هي أيضا فلذلك أيها الأحباب نشد ركز خيج نحشت باش تفضوهم طويل غشاية تستمين وثين طونت نشد ركز خلقذي أني الشورتي تياذن تاوان يمسر منوه توخص خطبة مستقلة ما فيها بس هذا سعوض والشيء إذا تكرر تقرر شرط نتياذ نتاوان يمسر من سنجي فدن ما وسين نتاوان يمسر من إلا الفخيد عورة ايه وسي محمد قا شرط نيمس ستين فرانك بغا كرخباني غلا وهو ياضي دير بيتن شاسي دخمي غثير دير بيتن شو شاي ياضي تمرث مرشد ياضي ذاك التمغاهن شو السيمان الخان اتصغل سابعين خمسين الف وخفيه ما قال من حيث التمنس لان ذيني مرق ولكن اسيدي وكشاشار بيمسك خكر بسبحانه وتعالى هو ياضي ذي تمغاهن شمين مثغي ياضي غشي تمغارين ميدن
ميم يتغيا ضغي يسمي الدن ميم يتغيا ضغي يسقم حتى كذي يسي ني غا كذي يسمع لا الفخيد عورة وا الفخيد عورة ما غاكش الدليل السي محمد نغ السوار ذا مني وها قيطس يسورنا مني وها. في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين السرة والركبة عورة. نبينا صلى الله عليه وسلم إن جاء عبوت ذي فدن عورة. اختلف الفقهاء إفدن ما تدفن مواد تدفن، والقول الراجح أنه إفدن تدفن يعني خسذيري سدوفوذ سدوفوذ واه عادات اشترتنا العلماء يخسذيري سدوفوذ بحيث أنه مريض زود الزيت يهوى غس وجود يخسوا ذي تقعيد شاس نجوفوذ قنشين دي مسر من قنشين مربيين نشين نشين مربيين نشين يا بيان غربي يا بيان غنبي صلى الله عليه وسلم نشين وان جيبهم حد النظني وذي قاثوية وما غايوذن نشين وان جيبهم حد النظني حد النظني قبرين اذيرين ذاك شوذ جهنم نشين الله حد النظني قبرين استحبوا الكفر على الإيمان استحبوا العمى على الهداية نشين الله نشين وضن غابين بالوالدين نغ نشين يا أبيان غار بذنبي قبري الوالدين نغ وانت كبار رئيسي دار بذنبي اي اذا واني مسر من كغاي اسمون النغ وشين عجشان ها وانت كبو يا ري النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بالله عليكم الشباب الله يجزيكم بخير الله يفتح عليكم هذا يوم يقابل بركة مره مرقي ذاك النبي صلى الله عليه وسلم تصور مرقي ذاك النبي صلى الله عليه وسلم في قاد قبريت مرقي ذاكيس وشي الناش قشرت نذياضة قا روح بالدريث قا سنجي فدن عورة قزقفود سنج عورة يخسيش تصاب مستقدر ريم واستقدبوا الري مرادي مسر من ستيرتين جا وجنان قاري وها هذا سنين غات نازم ثم هذا يسرد في سرحية انا حقو انت الزرة بالدر باش مرا الاسلام اني واجبو ذوني انت الايمان اني ذاقنبو بنتسين فتوها يمكن من ماذا قاق مره مرقي ذاك النبي لان يا صحابي مرقك النبي صلى الله عليه وسلم يجو صحابي قانت جرهد والحديث في صحيح ابن حبان وأورده الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي في سننيهما أيضا وسند الحديث صحيح جرهد النش مر بي النبي صلى الله عليه وسلم مرقيك النبي كتخافي النبي صلى الله عليه وسلم الله يجزيكم بخير كوريج جنزين غادي يخف النزقكم شنو صحابي واه النشي كتخافي النبي صلى الله عليه وسلم وقد كشف فخده الفخد من سن النبي صلى الله عليه وسلم إن سغطها فإنها عورة ذريت ذر الفخذ نش قعورة عند الإمام أحمد في مسنده إن سغطها ذريت فإنها من العورة عند أبي داود بسند صحيح إن أما علمت أن الفخذ عورة من ويثقذ موت سن ذل الفخذ عورة عند الترمذي رحمه الله إن سغط فخدك فإنها من العورة إجايا الرأي النبي صلى الله عليه وسلم إثاوى النغذ قنا الرأي يا رب ذير إثاوى النغذ قنت قنا يا رب نيرينشنز قنت قنا الرأي يا رب يا رب قول الله إلا السوار غك ومنش دقوز غذ أخر سلمناظر إنزار شيموان نعم أيها الأحباب ما ينبغي للمسلم أن يتساهل في تغطية عورته الفخذ عورة الفخذ عورة أبس عوذر الفخذ عورة يقول الإمام النفروي المالكي رحمه الله في الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني إنش اعلم أن عورة الرجل الواجب واجب الواجب عليه سترها عن الناس خلا زوجته وأمته ما بين الركبة والسرة مع رجل مثله أو امرأة محرم له إنش العورة ويزيجا واجب خس أتيدر إلا خطم غهنس
دير وقت نيتو غالإيماء تايوين إذا سنقاس المازيخ تغذي نسمغ ذين تايا الإيماء جمع أمة زي السرة الركبة إلا نهار الإيماء وجه إلا هم غاح نسيت غيزان لا يمدكر لا رمحة لا وتماس لا خجيس لا هم غاهوماس لا عنتيس لا حناس لا هم غاح مباباس لا ثم غاه نسوح سيغا جرح قد زام بين السرة والركبة ما خلا ذلك فيجب عليه أن يستر ما بين السرة والركبة. قال وهذا يقتضي أن الفخذ من الرجل عورة فيجب عليه ستره ويحرم عليه كشفه والنظر إليه. يحرم عليه كشف الفخذ ويحرم عليه على الرجل أن ينظر إلى فخذ الرجل. اسقبوا قذا يزمش نونش وما عليش نقيم دير قهوة أنت قنقمو من شام محمد واخا أنت إيجيت ونقابوش أن حشت النظني ينشمي من ديس غخزاغ ينشمي من غقيم غد السراغ تطوينينو ميمو أحنصحق ميمو ذا سقاغ سيدي وما لا يجوز أقحرق. والله لا حرق لا يجوز خيك لا يجوز قذا عورة لا عادي وقذا يزمش لا وقذا يزمش أنت. قال ابن عمر الفخذ عورة حقيقة يجوز كشفها مع الخاصة ولا يجوز كشفها مع غيرها. وأما عورته مع المرأة الأجنبية ولو أمة فهي ما عدا الوجه والأطراف. يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني قال الكلام في حد العورة والصالح في المذهب يعني المذهب الإمام أحمد أنها من الرجل ما بين السرة والركبة ما بين السرة والركبة. هذا الكلام نص عليه الإمام أحمد ونص في رواية ونص عليه الإمام مالك رحمة الله عليه والشافعي وأبو حنيفة وجماهير الفقهاء أكثر الفقهاء يقولون بذلك. أحباب الكرام ربما التسمية وذن ذا شيني ومين دايس ومين دايس وبنذم قذا عيز مين دايس باش تستند مين دايس مين مخمدي تسمن هذا ماذي الزجتي رياضي التوري ذيك الزرع بايزي ماليطة التوري ذيك الزرع بايزي توموبين التوري ذيك الزرع مزي ذي قرس غاو مشان دعبايا ميمي السن إلا الصلاة سوار رضني لا تجوز صلاته لا تصيح سوار رضني السن إلا مرا الفخذ نستد هذه الصلاة خصد أحد يعاود الصلاني من ذو في ذر هذا. يقول أشهب رحمه الله كما ذكر ذلك ابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات وذكره الإمام اللخمي رحمه الله في التبصرة. قال أشهب رحمه الله من صلى عريانا أو في ثوب يصف يعني أرد الزد يرمش تبان زي سودي العورة تبان أو في قميص لا يبلغ الركبتين نغي الزوج ذيشان القميص سنين الشين رعباية نغشان حشت وسنجي فدن أو يبلغهما نغي توضي فدن فإن سجد إن كشفت عورته أو فخداه إنش نغذي ريتوضي فدن ولكن نحن غيه وذيك السجود يتقعد بحيث أنه الفخذ نستبان من غيق إنش أعاد ما دام في الوقت هذا سيعود الصلاة من ترى قدر وقت. وقال أيضا في من صلى في تبان ومقان تبان بس اللغة العربية قان التبان ينو من قشرت الشرط قنص اللغة العربية التبان. قال من صلى في تبان أو سراويل أعاد ما دام في الوقت فستر العورة عن أعين المخلوقين فرض. قال الإمام اللخمي رحمه الله تعقيبا على هذا الكلام قال فرأى أن ستر السوءتين سنة وأن الفخذ عورة الفخذ عورة عورة يخصتصة لا يجوز أتنكشف لا يجوز أتنكشف أرض ما يزر من يخصديري يخصديري يعدو يفدن بحيث مري هو ذي الصلاة ذي السجود غسل مري هو غسجود ذي الصلاة مري قعد أذي ريفوذ النس مستور واتبنه العورة النس نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين وأجارني وإياكم من عذابه المهين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفاء. وبعد، أيها الأحبة في الله، ممكن أن يسجن الجنخان غيحتج سجنتنا الأحاديث إجنا الحديث الصحيحين، حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه في غزوة خيبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم تغيت الزرخويس، فأنس رضي الله عنه وأرضاه وينك ذي جنت الزرن زهي النبي صلى الله عليه وسلم يعرضنا النبي صلى الله عليه وسلم يقعد إنش حتى أن فوذ النس يرقف الفاخذنا النبي صلى الله عليه وسلم ذي نجن الحديث نظنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها إيجان معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم تغكس أبو بكر ذي عمر انحسر ثوب النبي صلى الله عليه وسلم عن فاخذه ويقيم مني أرميديوس سيدنا عثمان استهوى النبي صلى الله عليه وسلم خلف فاخذ النس إنس ألا استحي من رجل استحي منه الملائكة. وللأمانة العلمية إني قان زي العلماء إني قان باللي الفاخذ ليست عورة كسينس الأحاديثين، ولكن العلماء يقولون أن هذه الأحاديث مردودة أو مردود عليها، وهو قول مرجوح. لذلك أذكر لكم قول الإمام القرطبي رحمه الله، الإمام أبو العباس صاحب المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، يقول في كتابه المفهم: إنش وهذا الحديث مما يستدل به من قال إنه ليس بعورة. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرت فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مضطجعا في بيتها كاشفا عن فخذيه، فدخل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وهو كذلك. قال: وقد عارض هذه الأحاديث ما رواه الترمذي وصححه من حديث جرهد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به، إذ كاد الحديث الذي ذكرناه آنفا. سمنين الإمام البخاري رحمه الله حديث أنس حديث جرهد، قال: حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط كي يخرج من اختلافهم. قلت، اقر الإمام القرطبي رحمه الله: وقد يترجح الأخذ بحديث جرهد من وجه آخر، هو أن تلك الأحاديث قضايا معينة في أوقات وأحوال مخصوصة. إن اشتن قضايا معينة خصص النبي صلى الله عليه وسلم يتطرق إليها لاحتمال. إنش الأحاديث تحتمل وتحتمل، ليست تصنف فهمت ممكن تفهمنا مو ممكن تفهمنا مو. الحديث نيومت وخويس الرودي قاعدة النبي صلى الله عليه وسلم توض خويس تزدر وذا سيكشي بوربر، أما ومتوغا يقيمك سيدنا أبو بكر سيدنا عمر. العلماء أنش ممكن ذير النبي صلى الله عليه وسلم توغا عاد وخس دينزل على أن الفخذة عورة، فلذلك تطرق إلى تلك النصوص الاحتمال. والوقائع تحتمل خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم والبقاء على البراءة الأصلية، إذ كان لم يحكم عليه في ذلك الوقت بشيء، ثم بعد ذلك حكم عليه. ثم تنمو النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح بقاعدة كلية وحكم نمذ سينا يجرهد غطها غطي فخذك فإن الفخذ عورة. أيها الأحبة في الله، ممكن ذيني شن الجن أم دوم النغات جنة، قال ذنزل علماء ويقان الفخذ وجبوا عورة، وخذ ذنزل علماء ويقان الفخذ وجبوا عورة، تورد إني قان الفخذ وجبوا عورة قان شخصة الصح إني قان باللي الفخذ وجبوا عورة قال شخصة الصح، لأن الفتنة تكسع. لذلك باش وخا مثلا باش غادي تسبو شو نجلس قايت مثلا خا غيحتج سالكلام الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه. الشيخ ابن العثيمين: إن الذي يظهر لي أن الفخذ ليس بعورة. يوزيد قوله قول مرجوح عند أهل العلم، خالف فيه جماهير أهل العلم، ومع ذلك من يقع أو أنس قال: إلا إذا خيف من بروزه فتنة فإنه يجب ستره كأفخاذ الشباب. إن شلمرة غاء فتنة تفتن به النساء، بل وقد يفتن به الرجال، أما شنو الشباب؟ إنش يجب عليه ستره، مع أنه انتقل وجب عورة إقا يجب ستره. الفتنة ثكتا. أيها الأحبة في الله، أذان غيجن 5 دقائق لأنه وخصب الدور غال موضوع أكتر باش أدعو غيجن المسألة غيجن الأدب النظني من يعنى، وهو أدب غض البصر
عن بيوت الناس وعوراتهم. أدب غض البصر عن بيوت الناس أيها الأحباب. بيوت الناس عورات، بيوت الناس أسرار. لذلك خذ رحمه وتسمي وذن عزمن ركوازي الله يحسن عونه جبوه مرة غاسمي زغقين كليمة عزمن ركوازي عزمن تورة باش تده تعون باش هذي فغربون ندي تده يمين غقق نشخ مغيه فغ أدك تده هذا فغطوة تازم باش هذي بدي غزتي الجغ ها زعما مين وزوغ ما قادين عمير حجسين السلام عليكم مني ميخو الزوغ وفي غير كوازي يا زمن وش هذا بدي غدش نقي غش دير كوازي ني غد بدي غدير كازي انت الدهينو هذا بدي غدر قغيه التوني ونذي ذي هودرين عباد الله لأن ركوازي يا زمن ني غد قاعد خزقينو هذا بدي غد سيجغ ذي زغوين مدن ني غد سيجغ ذي هودرين مدن. لا يجوز أيها الأحباب، لا يجوز. يمكن كنو ذي مسرين وكنو ذي تونت ولكن شين تونت انغط قارش غاري الجاي اذاي وزما لازم غير كازي وزما الجغوات باغي غز شويه تايتين مو ما كانت باغي غز يعني وطازي مشات كمل واه بالله عشات كمل شويه قارش قيا الجاي سجيت دير كازي سجيت دير قيس سجيت دير مراح سجيت زيت واط قي عدود بلا ميكوغ مزيدا انت يسجل يسقاقو بيسقاقو باش توريد يسقعد تطوين غير كازي وش هذا يليق؟ لا والله لا يليق أيها الأحباب، لا يليق. نشين معشر المسلمين يوم ران غدين مني غنت ورشان ركاز يازم السدات التوين غهموه أنت ورشان توا تازم مرة نغتازم دروس السدات التوين غهموه نشين يوم ران غصيدار بين غد البصر. في الأدب المفرد عند الإمام البخاري بسند صحيح من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سحست مليح الله يرضي عليكم إلا ما يعصم ثورة النوم وورن النبي نوم يقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل يعني حرام لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر في جوف بيت حتى يستأذن فإن فعل فقد دخل. حرام خمسر ما ذي خزا ذي ثدة نشني الجن مبرى الإذن أضي ذرق ذي الطوين نصدر بيوت ذي الدخلا ذي إلى آخره. حتى بنادم مرى يروح ذان وجير خذ الصيف نتقين وجير ونتعرض يويا مغيث بنادم ذي ذي الطوين نصدر تموت وايتي ذهبون تيسقع عطي الطوين يخزا ذي مارمون دروش ذي بنتورات لامبارات يشوق ذي كوزينا يشوق ذي ربيت يشوق ذي ربيت النظنية ذي الطوين الساحنت ويترق شاه. لا يحل قال النبي صلى الله عليه وسلم وني غيقنا موام شنو وني يوث انت الدهن شن يجن برا الاذن النس. في صحيح البخاري باش تزام النبي صلى الله عليه وسلم ما نيسي والتمسر اشتا التهديد دايز ديوية. في صحيح البخاري عن سهل بن سعد الساعدي قال اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم يزدغيج انت مشان تسيجن شقا يجنو قبام مو يبدأ يسجى الزيس. النبي صلى الله عليه وسلم كانت في يده مدرا يحك بها رأسه شنو سينيا شنو سينيا تغي شمس زيس النبي صلى الله عليه وسلم الناس وندي السجن ومدي زرا الناس لو أعلم أنك تنظر معليك تغذي تسنغي لقد سجد لا طعنت به في عينك لقوك تخشي سينيا ونيتا يعني قرس من مدغة السجد من الإذن. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر من أمي قصي ضرب الاستئذان من أمي من أجل البصر باش تفهم موي زاربو من ويقبر ذي زاب بنت الدهنين من ويقبر ذي زاب بنت مني باش ويزار من يقسي ضربه ذي العورات. لذلك في سنن أبي داود شوف النبي صلى الله عليه وسلم يسر ماذا حتى مش غنق نسقاقب باش ونسجد هذرين مدن برا الإذن إن نخمد غدا اسمه تسقاقبهم نغا تصوني تصونام واتغي مغبور تسقاقبو بينو غفوات غي مغبد دخذين غفوات لا إننا نغورت جيت نفوس نغجيت نزرمد نغويو غارد غهوات سوار وقع بل العلماء قرش مرتو غثوات عزم جيت نفوس والتسبوق يبرنس مرتو غثوات جيت نزرمد أزدكون ترنس يعني أزدكون ترى ما مش تعزم هواهني. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن أبي داود بسند صحيح عن عبد الله بن بسر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول السلام عليكم السلام عليكم ما يمئنش لأن تغذي ورا وغاس تغي بويار وقاث لم يكن عليها يومئذ ستور خيفوس نغزرمذ. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قيل أنه سعد بن أبي وقاص
إسقاق إقيم بالقبر هو إن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عنك أو هكذا وتبدأ شذيني أسدخي فوس نغس تخزر مض فإنما الاستئذان من النظر ما يمي مرة منوية باش تفضخ مدغث النازم ثوات في الطوين وعدون تغث الدات مبرى الإذن. لذلك أيها الأحبة في الله لا يجوز لنا أن نتطلع إلى ما في بيوت المسلمين وأن نتتبع عوراتهم كوريجن الزين غاس من ده الناس من ويخصت زان حد النغنية. لذلك إذا نقاز من تورا سناز من الكوزين سن أدعونا هذا نجد عونا مما خسنا نستعزق المعيشة مما غذنا ذبل عن خانق ذبل عن ذيورا ذر كوزين ذجيف نسرحمه لأن ما يمي لأن نش وقيغة السيداق في الطوينين وذهموات نش تعجب يا سيجخر كوازين خزاغ تسقعد في الطوينه كذا كوازين الى اخره. لا ايها الاحباب امسرم يتادب بالاداب التي ادبه بها ربه وادبه بها نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يليق بنا ان نحتب امنيتين حاطب ليل ان نحتب كمن يكون حاطب ليل ولا ان رزقني تشوق نوها يقان غزتوها نشين الدين النغ يقان كورس وريف غان غذيس سنة أو أدب أو أمر أو نهي من خان غنشين هو أن نمتثل أوامر الله وأوامر رسول الله. سنغل طول الخوم ولكن أعتذر فهذا من باب استشعار المسؤولية وأنه ابن ذمي تخصدي السيوت تبرة تكمر ويسمع أنه انتجي الطاس احتراما للوقت واحتراما لكم بشوخهم دقيشة.